بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2، في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة تسجيل سطح مكتب جهازك من دون برامج. فمن المعروف يعني أنه عندما تريد يعني تسجيل سطح مكتب جهازك وتصوير شيء تريد شرحه يعني ورفعه مباشرة على اليوتيوب، فتستعين ببعض البرامج مثل كامتازيا ستوديو الذي استعمله انا شخصيا الحين، وبرامج اخرى مثل يعني سناجيت واخرى يعني لا نفس الوظيفة في تسجيل سطح مكتب جهازك. لكن اذا كنت تتوفر يعني على سطح او عفوا على قرص يعني صلب غير كبير، فيمكنك الاستغناء عن يعني تثبيت هذه البرامج الكبيرة ويعني الاستعانة بالموقع الذي سوف أشرحه لك في هذا الدرس على أساس تسجيل سطح مكتب جهازك. الموقع يمكنك الولوج إليه يعني عبر الرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو. بعد الولوج إلى الموقع تضغط على ستارت ريكوردين على أساس بدء التسجيل. لكن قبل ذلك يعني يجب عليك أن تتوفر على برنامج الجافا مثبت على جهازك. بالنسبة لإخواننا الذين يتوفرون على الجافا يمكنك تحمله عبر الموقع الرسمي، سوف أضع لكم أيضا الرابط أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى الموقع تقوم بالضغط هنا وتقوم بتحميل الجافا وتثبته على جهازك. بعد ذلك ترجع إلى الموقع نفسه ثم تضغط على ستارت ريكوردين على أساس بدء التسجيل. بعد الضغط على ستارت ريكوردين عليك الانتظار بضع ثواني حتى تنبثق لك نافذة الجافا بهذا الشكل. تقوم بالضغط على اكسبت هنا مباشرة، وضع العلامة عليه، ثم تضغط على اخيكوتار يعني او الران يعني باللغة الانجليزية، وتصبر لحين ما تنبثق لك نافذة اخرى بهذا الشكل. تقوم بالضغط على الران ثم يعني مباشرة سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل على أساس تصوير شاشة جهازك أحبابي في الله. طبعا يعني يمكنك الاختيار يعني إذا كنت تريد تصوير شاشة كاملة وبصيغة الHD إلى غير ذلك فتختار مثلا فول سكرين. إذا كنت تريد يعني تصوير جزء معين فتختار واحدة من هذه الأجزاء الموجودة هنا. بعد ذلك يعني بعد اختيار مثلا في حالتي أنا شخصيا سوف أقوم بتصوير شاشة جهازي بشكل كامل، سوف أضغط على فول سكرين ثم على أساس بدء التسجيل مباشرة تقوم بالضغط على ستارت يعني على عفوا ستارت ريكوردين هذه العلامة الحمراء، وسوف يبدأ العد التنازلي كما سوف تشاهدون. الحين أستطيع يعني تسجيل أي شيء على جهازي كما سوف تشاهدون أحباب في الله. بعد اكتمال التسجيل تضغط مرة أخرى على البرنامج هنا ثم تقوم بالضغط على الداون وسوف يفتح معك نافذة بهذا الشكل. وهذا هو الفيديو الذي قمت بتسجيله. الحين أستطيع يعني تسجيل أي شيء على جهازي كما سوف تشاهدون أحباب. كما سوف تشاهدون تم تسجيل الفيديو على أساس مباشرة إذا كنت تريد رفعه إلى اليوتيوب فتضغط على هنا أحباب في الله وتقوم بوضع اسم قناتك وكلمات المرور. أما إذا كنت تريد حفظه مباشرة على جهازك فتضغط على هذا الخيار الموجود هنا، عفوا يعني ليس هذا الخيار، تضغط على هنا أحبابي في الله ثم تضغط على ساف فيديو. طبعا يمكنك اختيار يعني صيغة الHD الموجود على يعني الحجم الموجود في اليوتيوب. بعد ذلك تقوم بالضغط على ساف فيديو مباشرة ثم تختار مكان الحفظ. مثلا سوف اختار على سطح المكتب وأقوم بتسميته أي شيء مثلا igli5.com، ثم تقوم بالضغط على جواردار أو يعني ساف. بعد الضغط على الصف سوف يحفظ الفيديو في المكان الذي قمت باختياره كما سوف تشاهدون. يتم الحين حفظ الفيديو، تم حفظ الفيديو لحين ما يوصل 100%. وهذا هو الفيديو الذي قمنا بتصويره. لو قمت يعني بتشغيله مباشرة يعني على جهازي كما سوف تشاهدون يعني تسجيل أي شيء على جهازي كما سوف تشاهدون أحبابي. وقمت بذلك قد حصلت على فيديو يعني لشرح مسألة معينة على جهازي من دون برامج عبر هذا الموقع على أكثر من رائع أحباب في الله. أتمنى أن الدرس قد أفادكم. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا www.igli5.com والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981full. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.